انتظار هذه الاحتفالية واستضافة كل الحرفية الراغبات في عرض نشاطهن وأعمالهن اليدوية، وكذلك دارسات محو الأمية التي شرفتنا رئيسة مديرة مركز ديوان محو الأمية بن سيلة بحضورها وتكريم الدارسات. وقد كان هذا اليوم يوم تظاهرة عظيمة جدا لأنه جمع كل أطياف المدينة من هيئات أمنية وهيئات مدنية لتثمين العمل الذي قامت به الحرفيات من نشاطات مختلفة.